تلاقي أرواح الأحياء بالأموات، يدل عليه قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. فمن قال إن الممسكة والمرسلة من توفيت وفاة كبرى دل على تلاقي أرواح الموتى، ومن قال إن المرسلة من توفيت وفاة صغرى والممسكة من توفيت وفاة كبرى دلت على تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الموتى. ولذا قد يخبر الميت الحي بمال قد دفنه لا يعلم به غيره،